كوكو كريغليتي، كوكو سكر الحديرة الكبرى، ورقة وستيلو، ما تنساوش الخشيبات. اليوم الفيديو مغربي، غادي نهضروا على هذا الشيء اللي وقع في الفنادق، ونتمنى انكم تكملوا الفيديو حتى النهاية، لان في الاخر عندي واحد الكلام غادي نقوله، نتمنى انكم تقبلوه مني. ابدا المشكل من خرجوا مجموعة من الصفحات كتقول انه غنمشيو كاملين من الفنادق، واللي بقى الاخر يتفضل. اللي بقى الاخر في من فالدراري ولاد 14 عام 12 عام 13 عام اللي ما كملوا قرايتهم، ما تعلموا صنعه، ما شافوا في الحياه والو، ما جربوش زهرهم في بلادهم، اللي ملي تزادوا هما كيفكروا انهم يمشيو على برا وما كان عندهم غرض لا في قرايه لا في والو. اولا لي سوبساريان الجزائريين، التوانسه، الليبيين، اليمنيين، السوريين اللي كاينين هنا غير باش يمشيو لاوروبا، دايرين بلادنا طريق. شكون اللي احنا ما خارجينش من هاد البلاد، واللي باقي صغير وما فاهمش وكيتاثر بميساجات في الفيسبوك من صفحات تفضحات من بعد، عاد غنشوفوا مع مجموعه. ايوا هي سيدنا سمعوا مزيان، مجموعه من الصفحات الرياضيه اللي كتهضر على المغرب تبين ان اصحابها جزائريين، وهما اللي بداو هاد الحمله. ما كنقولش هكاك غير باش نغطيو او نلصقوها في الجزائر او نوليو دايرين بحال بونيف واي حاجه مشكل داخلي نصدروه للعدو الخارجي، لا. تبين وبالدليل ان بزاف ديال الصفحات خداوهم تزيريه، من بينهم واحد الصفحه اللي هي هذه اللي كان مولاها مغربي وباعها. كتعرفوا المغاربه ديالنا دي فوا كيكبر صفحه وكيبيعها ويدير صفحه اخرى، اللي من باعها باعها الجزائري باش باعها بالمتابعين المغاربه اللي جمعهم من خلال البوستات اللي كان كيدير على المغرب. ثم منين شراها الجزائري تحولت الى صفحه ضد المغرب. هاد الاستراتيجيه هذه كانوا داروها مع داكشي تاع البيع والشراء والقفاطان ومجموعه من الصفحات المغربيه، مجموعه صفحات ديال الطبخ اللي كانوا كيشريوهم الشاشيريين وكيقلبوهم ليهم. فهنا غادي نرجعوا نقولوا ردوا البال مالي الصفحات، كتبعوا الفلوس وكتصدقوا مكلفين بلادكم خسائر كبيره. عارفه غادي تقولوا لي الدراري مشاو باغين يعاونوا والديهم مساكن، الوليدات باغين يتحملوا المسؤوليه. غنقول لكم ماشي مولا 14 عام 13 عام 12 عام حتى 19 عام، هذا باقي ما شاف والو في المغرب، باقي ما جربش زهره، من الاول باغي يمشي ما عندوش الهدف في القرايه. وما تقولوا ليش الظروف ما مساعدهش، بحال كان قال واحد المؤثر اللي كنحترمو بزاف قال لهم الوالدين والحاله ضعيفه، وحتى والدينا راه كانت الحاله ضعيفه، وديك الاسطوره اللي سمعناها كاملين عند والدينا ديال كنا كنقراو على الشمعه وكانت المدرسه بعيده، وهذا الشيء كان بصح ماشي غير اسطوره، بزاف فينا اللي والديهم قراو في ظروف قاسيه ونجحوا. علاش؟ لان والديهم هما اللي هما جدودنا كانوا كيربيو ولادهم على انهم يكونوا حسن، كيربيوهم على ان القرايه هي اللي غتفتح لك الابواب، خاصك تخدم، ما كانش كيقري انك خاصك تحرك، ما كانش كيربي على انه خاصو يحرك. لكن مع الاسف الوالدين حاليا مشغولين بزاف ديال الامور الاخرى، ونساو انهم يربيو ولادهم، نساو يربيو ولادهم على انه القرايه هي اللي غتفتح لك الابواب. بالعكس كتلقى شي والدين كيقول لولده ايوا قراو تاع اليوم مالهم ما طفروه، شوف كيفاش ديروا تسلك. ومن بعد تجي الام تبكي وتقول لك ولدي عنده 12 عام ومشى، ولدك عنده 12 عام علاش ما بقاش حداك؟ نورمالمون خصك تكوني انت مقابله، ما تخليهش يمشي، انت تشديه. تا وحده كتقول لك ولدي داوه من الفنيدق لاحوه في الرشيديه، والحمد لله لاحوه في الرشيديه، على الاقل يحرى شويه يشبع التمر يقصاح شنو، اللهم الرشيديه ولا البحر ما تعرفيه فين دجله. ما بالكش ولدك انك تشديه حداك، وهنا المسؤوليه ديال الوالدين. الوالدين خاصهم يقابلوا ولادهم، في نفس الوقت المسؤوليه ديال التعليم، المعلم والمربي كيتحمل المسؤوليه. غادي تقولوا لي الازمه، الناس عيات، القضيه تزيرات، الحكومه ما دايرهاش خدمتها، غنقول لكم متفقه معكم، لكن اكثر جوج كنشوفهم كيتحملوا المسؤوليه هما الوالدين، تربيه الوالدين والمراقبه الوالدين على مواقع التواصل الاجتماعي، في كيشوفوا ولدك شنو كيتفرج، اش كيدير، شنو هذاك الشيء اللي كيتاثر به. والتعليم، المنظومة التعليمية في بلادنا اللي خاصها بزاف ديال علامات الاستفهام، لكن بلاتي هذا فيما يخص دوك الوليدات الصغار ديالنا. اما داك الشباب مسكين اللي قرا وتعذب وما لقاش خدمه وبغى يمشي يقلب على رزقه برا، او اللي عنده شي صنعه وقال انني اللي مشيت على برا غنحسن الوضعيه ديال الوالديه، هذوك كنقول الله يعاونهم والله يسهل عليهم بطريقه قانونيه، وحتى لا سلك بطريقه اخرى، راه بزاف منهم سلكوا ومشاو وداروا مستقبل وجاو عاونوا والديهم. انا بالنسبه لي مشكلتي هي الدراري الصغار، مشكلتي هو هذوك الوليدات اللي ما عندهمش اصلا الهدف ديال انهم يقراو. تبارك الله على جيراننا دايرين واحد لا بروباغوند هك نقيه، ملي وقع هادشي بداو كيخرجوا فيديوهات من مجموعه من الدول ما عندها حتى شي علاقه بالمغرب. الفيديوهات ديال المغرب راه شفناهم وتبارطاجاو في صفحات الكترونيه، مجموعه من الفيديوهات، بزاف ديال اللايفات، ولكن مجموعه من الفيديوهات اللي داروهم صفحات ديال جيراننا باش كيزيدوا يضخموا في الموضوع، وملي كيجيو المغاربه يعلقوا ويقولوا لهم وكذا، والحكومه كلهم كيحاولوا انهم ياثروا على المغاربه ويقولوا لهم لا المشكله في الملك، وهما
متنكرين في صفات مغاربه، انتم ما عارفين بغيت نعيش حياتك. بحال هذا السيد هذا اللي كتب هذا التعليق واللي كيقول لهم الملك. هذا السيد هذا ملي كتدخل صفحته كتقول هذه صفحه ديال المغربي، حط لعبه ديال الكره كره كذا، هادشي على منصه تيك توك. كتزيد تقلب ملي كتجي تدخل الصفحه ديالو، شوف اللوكاليزاسيون ديالو فين كاين، كتلقاه في الشاشاير. يعني كاين بحال هذا بزاف اللي كيجيو كيزندوا العافيه ويغرروا بالدراري الصغار ويسخنوا لهم راسهم، ولكن ملي يجيو كليغلاتي ويبداو يديروا لنا هاد البروباغاند يقول لك المراه هكا راهم حابين يخونوا بلادهم. ملي كنجيو الفيديوهات كنلقاو ما كايناش غير المغاربه نشوفوا. الاول اللي تلاقيت بها في كاسيا خودي هو غيداس. السلام عليكم. الحق كاسيا خودي كانت بقات لي 4 ايام على يد ما الاول اللي نحك فيه رحت ريسكيت سينا حد تاع لما كتب لنا شربي جرى مورانا المغسل في الغابه جرى مورانا. ماشي مغربي تزايري خويا بصقا احنا امة محمد خويا كاع. ماشي مغربي تزايري خويا بصقا احنا امة محمد خويا كاع كاع نقولوا لا اله الا الله. غنجي دابا لواحد السيده اللي اثرت في بزاف ديال المغاربه وتعاطفوا معاها، وملي كانت هي كتهضر في المايك كانت كتقول لهم بارطاجيو حيت باغا البارطاج. نشوفوا الفيديو ديالها ونرجعوا. مالك يا حبيبي دمروني دمروني ولدي ولدي ما سمع ياكل اسي اخنوش الله يطول في عمرك يخلي لك صحتك انا بنتك ولدي ما سمع ياكل باقا انا بغيت نخدم الحلال بغيت ما ندخلش على ولدي الحرام بغيت الفيديو ديالي يوصل لمحمد السادس انا بغيتي ولدي ياكل ما بغيت والو بغيت شوف بغيتي نخدم. سبحان الله اللي سمعها يقول مسكينه مغربيه مقصحه ما لاقيه ما تاكل ومسكينه مقصحه ومكرفصه ومغربيه وتناشد جلاله الملك. الحق نسيت ما وريتكمش واحد القيطه زايره هي وعايشه في المغرب. علاش ما بقيتيش في بلادي؟ علاش ما بقيتيش؟ ما بقيتش في بلادي، جيت للمغرب كنعتبر المغرب هي بلادي وعاش الملك وكنعتبر المغرب بلادي. الجزائر ما بنتي ما عشتش انا يلا با مات با مات في الجزائر وما جابتنا هنايا. كيف سمعتوا الشاشايريه؟ ايوا شمن حقوق كطالبي بها؟ راك خليتيها هوك لابا طونطون جيدو هو اللي غطالبيه. هنا حنا شنو؟ حنا اصلا بيناتنا باقيين مقاتلين باقيين كنقلبوا على الحقوق فين كاين الخلل شنو اللي خاصو يتصلح، خاص المساعدات، خاص تعطى شي منح للاسر، خاص كذا الاسر المعوزه زيدوا يعاونوها، التكافل الاجتماعي، الحكومه خاصها دير خدمتها، ينقصوا الاسعار ولا يزيدوا الاجور. حنا باقي مقاتلين غير المغاربه بيناتنا فهمتوا، زيدي على دوك لي سوبساريان اللي تاني المغرب فاتح لهم الباب واللي تاهما جاو كيخدموا في المغرب وتبارك الله دائما موجين الحركه وخدامين وكياكلوا الذهب في البلاد. في الوقيته اللي واحد اخر راه جالس لا خدمه لا مطاول كبير وكيتسنى البلاد تخدم عليه. لي سوبساريان جاو لبلادنا وداروا لي بروجي وخدموا جاو الله كريم يزيدوك حتى انت عليهم انت يا هادو. نشوفوا قسم يا عفواش هاد الطريق ندخلوا على الغابه افهم ايوم بدا كاين نخرجوا نخرجوا جيست عند الديوانات الحرطاله المروك ما يقدروش يخرجوا روماني تاع المروك ما تدخلش لعندنا باسكو عندهم ماتيريال ماشي زعما كيما تاع اسبانيا ولا فاهم عندهم زودياكا حاطينها في الرمل صحابنا مازال ما دخلوش يعني دخلوا دخلوا من جهه واحده اخرى افهم دخلنا 26 واحد الحمد لله ربي كما يقولوا ربي كان كاتب لنا ندخلوا باسكو داروها ديجا من قبل هذه تاع 26 ما كاينش غير هادو نزيدوا نشوفوا هاد البركه كاستي اخو باينه الفنيده لحقنا كاستي اخو نهار الاول اللي لحق فيه ولكن قول تبارك الله تبارك الله الله منورين غتقولوا لي كيفاش دخلوا سمعوا ليا انت قلتي خديتي طياره ديريكت منين خديتيها وفين نزلتي؟ نزلت في كازا خديتها من هواري بومطريك من هواري بومطريك ديال المطار تاعنا مطار قرطاج درت فيها ليسكال اوكي ومن بعد مطار قرطاج المطار تاع محمد الخامس كازا مونتا لو الواعره خوتهم في الشاشاير كيقول لك لا هذوك ديالكم ماشي ديالنا ربي ربي. المهم الخطه كانت باينه من الاول هاد الشاشايريين اللي عايشين في المغرب زياده على مجموعه من الشاشايريين اللي كاينين في الشاشاير هما اللي حماو الجوقه ومع الاسف ديالنا تقيدوا وتبعوهم. زيد عليها هذوك الصفحات ديال لي تيك توكر لي انستغرامر صحاب دوك الفاشينيستات وانا سافرت هنا وانا مشيت هنا ويبداو ينفخوا في داكشي وحنا عارفين ان اغلبيته فيك. كاينو دوك الوليدات كيشوفوا هاد الناس عايشين واحد العيشه اللي اغلبيتها عباره عن كولابوراسيون ما مخلصين فيها حتى شي حاجه كيبداو حتى هما يحلموا.
فعليها كنقولوا ان الوالدين خاصهم يراقبوا ولادهم اش كيشوفوا في مواقع التواصل الاجتماعي، خاصهم يجلسوا مع الولاد ديالهم ويهضروا معاهم ويعرفوهم شنو كيديروا وفاش كيفكروا وينصحوهم. واخا واحد النهار انا جايه في التران وشفت واحد السيده مع ولدها كيقول لها باغي نحرق، كتقول له سيره ولدي الله يسهل عليك الله يعاونك الله يديك على خير، فالعضله تقول له لا ولدي قلب على قرايتك وعلى خدمه هنا في بلادك وجرب انت باقي صغير يلاه عندك 14 عام كتزيد تكمل عليه. هادشي علاش كنقولوا الام التربيه هي الاساس. غنوريكم واحد لا فيديو ايوا تقرا وتكون مستقبل زوينه زوينه تقرا تكون ان شاء الله طبيب ديال القرايه. الامن الوطني، الشرطه المغربيه، جميع القوات اللي تدخلات ولات كدير خدمه اسره التعليم واسره كدير دور التربيه والتعليم، ماشي تقلنا عليهم شويه؟ وفي النهايه كينضوا ولادنا والله اعلم ولاد الجيران وجيران الجيران وكيضربوهم بالحجر وكنخسروا واحد فيهم. تعازينا لاي واحد مشى في هذه الكارثه. عندنا الثقه الكامله في الامن المغربي وعلى راسه السي الحموشي بانهم غادي يجيبوا الحقيقه وكل شيء غادي يتوضح، وعندنا الثقه الكامله في جلاله الملك انه غيوقف على الموضوع وغيتحاسب اي واحد قصر واي واحد غلط. واصل الموضوع غادي غير غلاتي، حنا الا ولادنا بغاو يهاجروا ما عندنا لا غاز لا بترول. ايوا وانتوما هادو اللي جايين عندنا علاش جايين؟ جايين يدوزوا الصيف في مربية؟ ها عمرك شفتي شي قطري حارق او شي سعودي حارق؟ ياك نتوما عندكم الغاز والبترول علاش حارقين؟ علاش انتما اكبر جاليه في فرنسا باش تجي المغرب وذكرتي لي انك كنت متعشى حسيت المغرب وجهه الملك شنو هاد القضيه؟ خونا الاسطوار تاعي كنت في وهران، شغلانه اني وهراني خالتي تاع وهران. السلام عليكم. جاتني فكره بان الحق المغرب راك فاهم علاش بغيتي تجي المغرب؟ شغل زعما غايه الدعوه هنايا ما قعدتش هنا نروح ليه ما رحتش ليه نقعد هنا مي ما نوليش الله يجيري راك فاهم.